الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. وقال رسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يتكلم مع الله فليقرأ القرآن. صدق رسول الله. أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج سيرة القارئ. أعزائي المشاهدين، وقارئنا هذا اليوم القارئ الكبير، قارئ القرآن الكريم والمناقب النبوية، وعلم من أعلامها الأستاذ الحاج يوسف عبد الله الطائي. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا لا
ونزق بالسور فضعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء من عاصرت من القراء قدامي؟ عاصرت الحافظ مهدي قرأت فيها بالفواتح وبالمناقب النبوية، وعاصرت عبد الفتاح معروف رحمه الله قرأت فيها بالمناقب النبوية والفواتح، وكان ما يطلع لأن ما لحقت عليها التعب. وعاصرت أبو بكر الأعظمي من محياوي يعني هو محبين يسمونه لمحياوي. قرأت يا ابن نعم قرأت يا منقبة أو منقبتين، فكان جبادات ما توجد قد القراء الموجودين. قرأت يا علي وقرأت يا حق خمار وقرأت يا طه العلم من بال الشيخ وقرأت يا الطيار قرأت يا صلاح قرأت يا بدر. أنا أقدم من بدر أنا أقرأ هو حافظ مهدي في المناقب ويجي السنة بس هو أكبر من السنة أكبر من السنة لكن هو مكفوف. أبو عبد الله بكر في البيان سنة ولدك يعني أني مهم سنة 1932 ولادة ذكرتها نعم فقرأت بعدين القراء كل سنة اللي لحقت عليهم، وأكثر واحد قرأت هي الطيار وخمار ولا أكثر كل. طيب الحاج يوسف عبد الله الطائي مقرأ القرآن الكريم، هل أنت تعتبر من قراء القرآن الكريم بالدرجة الأساس أم قراء من قبل النبوية الشريف؟ لا أنا من قراء القرآن الكريم. طيب كيف ولدت المناقب النبوية الشريفة؟ الهواية سحبني فيها الله يرحم حافظ خماس كهواية. كنت أنا ما أحفظ المناقب النبوية، وأول منقبة قريتها للحافظ خماس كان عبد الرحمن خبر الرياية في بيت منية. أول منقبة نبوية قريتها هي حافظ خماس قبل تلاوتي بالإذاعة قبل تلاوتي بالإذاعة وقريت بيتهم اللي يمن كلية الحقوق وطول نص دينار نص دينار اتذكر طول نص دينار مقال قراءة وطول عبد الرحمن خذر دينار. الآن نسأل سؤال آخر من الأستاذ الحاج يوسف عبد الله الطائي، ذكرت أنه الملة محياوي كانت تقرأ وياه في المناقب النبوية الشريفة. طيب هل تستطيع أبو يعقوب أن تقلد ولو شيء يسير مما كان يقوله المرحوم عبد بدر؟ نعم. كيف كان يقرا الدباجة؟ هكذا يقرا كل حب الحبيب بغي وفي وذكرى والجميل هم تحضر الشوق بالمطايا لا تغطني عن الأقريب بين أكناتي تركت فؤادي. بارك الله بك يا بني. طيب يا حبيب من يعتبر يعني استاذك في المناقب النبوية؟ استاذك اللي علمك؟ استاذي في المناقب النبوية واحب اكثر كل قراء حافظ مهدي. لكن اللي طبعني على المناقب النبوية هو الاستاذ الكبير عبد الستار طيار.
فكل ما يقع الميت في هذا الوقت هو تلميذ للطيار. هو الطيار علم. أنا أقول بأمانة. لا أبو عماد طيار. من العلي كان شاغول عنده وتعلم. حسين قروية يحصل قبل العزاوي. معلمة مقام الأرواح. بالقرآن الكريم جاية الأرواح. تذكر؟ والله أتذكر بس مو على بالي. القطر. يجي القطر. يجي القرآن. يجي القرآن. يا ليلى تسألني على مقامات الكبيرة. صحيح. أحسن مما تسألني على بني البلد. بروح المعروف. فتتدعني تقول لي مثلا ابراهيم هذا كبير هذا القرى ابراهيم هذا كبير القرى ابراهيم حقيقه بني الفروع ايضا جميله جدا. نعم بني الفروع كل شيء يقدم لسه ما حدا لازم لهم اقبل يعني يجي ابراهيم هذا كبير هذا المقام هذا المقام ابراهيم الكبير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. راح الصلاة وراح الزين شوية. وما محمد يا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وزاد بالله الشاكرين. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. صحيح. السياق أفضل إبراهيم ما تقدر تيجي حجي لازم تيجي ما تقدر تيجي من حجي رأيي إلا خليل إلا حافظ خليل بس حافظ خليل مدرسة كبيرة حافظ خليل والله أبي أقول حافظ خليل ذكرتني يعني فد مدرسة أو حالة لا تتكرر. نعم أنا أذكر بها والله لما كانت وقت قارئ القرآن يقرأ 30 مغنى ب 30 دقيقة إي بس يقرأ لأنه هو شنو أنا راح أقول لك شنو هو خليل ركز بس على القرآن صحيح ثانيا ما ركز إلا قرأ بالفواتح أكثر من لازم وحافظ يحفظ الآية من قرأها. في ختام حلقتنا لهذا اليوم مع الأستاذ الفاضل والقارئ المجيد علم المناقب النبوية الأستاذ عبد الطائي هل هناك ما يتمناه الطائي؟ نعم أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على من عادانا وأن يرفع عنا هذا الحصار الظالم ويكفينا شره وينصر رئيسنا صدام حسين لتبني هذه الحملة الإيمانية الكبيرة التي تخشع لها القلوب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أبي عزوز إلى لقاء آخر إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين قبل أن نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج سيرة قارئ لابد لنا أن نشير أن معلوماتنا التي نقدمها إليكم هي من كتاب القراء البغداديين في القرن العشرين بمؤلفه الشيخ الفاضل المرحوم الحاج يونس الشيخ ابراهيم السامرائي طيب الله ثراه.
لا إله لم تطعنه أن نقدم هذه اللبد عن القراء الذين رحلوا إلى جوار ربهم. فرحمة الله عليك يا أبا عبد الباسط وفي جنات الخلد. أعزائي المشاهدين، ستكون حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله مع قارئ وأديب هو المرحوم الأستاذ عبد اللطيف الدليشي الذي كان مديرا لأوقاف بغداد في الخمسينات. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله وتقبلوا تحيات المخرج السيد عبد الحليم الدراجي مع أمنيات الهيئة الاستشارية للبرامج الدينية في دائرة الإذاعة والتلفزيون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.